السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن أبطال مسلسل أمر إخلاء. نبدأ بالبطل الأول في المسلسل، هو عبد الله التركماني. وعبد الله التركماني هو ممثل ومخرج كويتي، بدأ مسيرته الفنية بعام 2001، ثم بدأ في الانتشار وبدأ يعرفه الجماهير، وكان من أشهر أعماله سهر الليل وعيون الحب. وهو من كويت الجنسية، وتاريخ ميلاده 5 ديسمبر عام 1981. أما فوز الشطي فهي أيضا مغنية وممثلة كويتية، بدأت دخول المجال الفني عن طريق برنامج نجوم على الطريق بعام 1986 على تلفزيون الكويت. وفي عام 2006 شاركت في برنامج ستار أكاديمي النسخة الثالثة، ولكنها اعتذرت بعد ذلك، وبعدها قامت بطرح أغنية منفردة بعنوان أي شيء، ثم اتجهت للتمثيل لتشارك في عدة أعمال منها سرايا البيت والعفور رمش ولو باقي ليلة. وهي تعيش في الكويت، وتاريخ ميلادها 21 أكتوبر عام 1993. ننتقل ليوسف البلوشي. ويوسف البلوشي هو ممثل كويتي أيضا، ولد في مدينة الكويت بتاريخ 19 مايو عام 1986، وشارك في العديد من الأعمال الفنية والدرامية. وفي الشرقاوي هي ممثلة ومذيعة بحرينية، والدها الشاعر علي الشرقاوي والشاعرة فتحية عجلان. بدايتها في التقديم كانت في تلفزيون البحرين، ثم ملابس أن انتقلت إلى تلفزيون دبي لتكون أول مذيعة خليجية تحترف التقديم خارج بلدها، وقدمت هناك برنامج صباح الخير يا دبي، بالإضافة إلى العديد من السهرات التي استضافت فيها الكثير من النجوم على رأسهم عمر الشريف، وهذا إلى جانب عملها أيضا لفترة في تلفزيون قطر. من ناحية التمثيل شاركت بعدد من المسلسلات والمسرحيات البحرينية والسعودية وباقي دول الخليج. وهي تعيش في البحرين، وتاريخ ميلادها 29 أكتوبر عام 1975. وننتقل إلى غادة الدجالي. غادة الدجالي هي أما غادة الدجالي فهي ممثلة عمانية، بدأت حياتها الفنية في عام 2007، ومن خلال مسلسل سلمى وسلامة، بعد أن رشحها المخرج حسين إبراهيم للمشاركة في المسلسل، بينما كانت نقطة انطلاقها الحقيقية حين شاركت بمسلسل بنات الجامعة عام 2012. من أبرز أعمال غادة الدجالي حب ولكن وجار القمر. وهي تعيش في عمان، وتاريخ الميلاد 24 يونيو 1987. ننتقل بعد ذلك من غادة إلى ناصر الدوسري. وناصر الدوسري هو ممثل سعودي يعيش ويعمل في الكويت، حاصل على شهادة التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، والموطن الأصلي المملكة العربية السعودية. وتاريخ ميلاد ناصر الدوسري هو 17 مايو عام 1993. ومن ناصر الدوسري إلى صمود المؤمن، ممثلة كويتية خاضت تجربتها الفنية الأولى من خلال المشاركة في مسلسل عطيتك عيوني الموطن الكويت، تاريخ الميلاد 4 مارس عام 1991. وبعد ذلك ننتقل إلى مشعل الشايع، وهو مذيع ومغني وممثل كويتي مواليد 3 فبراير عام 1993،
عمل مديرا لأعمال فنانين مشهورين ومتعدد الحفلات الغنائية، ثم بدأ مشوار الشهرة من عام 1992 من خلال عمله ككورال مع كبار النجوم، ثم أتته الفرصة الذهبية التي انطلق من خلالها إلى عالم الشهرة والنجومية من خلال تقديمه لعمل العديد من البرامج. قدم العديد من البرامج سواء على قناة الري أو على قناة فنون، قدم برامج ومسلسلات عديدة عبر مشواره الفني مثل مسلسل الحب الكبير مع عبد الحسين عبد الرضا وبرنامج مخيم فنون على قناة فنون الفضائية. الموطن الكويت، تاريخ الميلاد 3 فبراير 1973. رونق، ممثلة كويتية قامت بالعمل في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، من أهمها وشاءة الأخضر، حيتان وذئاب، بنات الجامعة، الكويت. تاريخ الميلاد 27 ديسمبر 1979. داري عبد الرضا، ممثل ومخرج كويتي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2009 لتكون بدايته من خلال مسلسل ساهر الليل عام 2010 كمخرج سكريبت، بالإضافة إلى مشاركته كممثل بدور صغير، وشارك بعدها كممثل في مسلسل قرمش ومسلسل جلسة وميسة بعام 2013. والموطن الكويت، وتاريخ الميلاد 29 إبريل 1984. ونظرا لأن العدد كبير من الممثلين، نكتفي بالأسماء الباقية: عبد العزيز مندني، نورة العقيلي، داري الرشدان، رهف محمد، بشاري الفريح، أنوار المنصور، عبد الله الفريح، صالح الدرع، محمد عصام القازمي، عادل الخطيب، محمد بوشهري، عبد الله الدبيش، حسين جودة وعذاري، ونجاح الخطيب، وحنين عبد السلام، وعبد الله التركماني، وناصر السعيد، وشوكس بتسبتي، وعبد الرحمن السلمان المشارك في المخرج، وطارق عبد الحميد مدير الإضاءة، و فيصل النوري مشرف الإضاءة، وسعد جميل فوكس بولر، وباسم مصطفى كاميرامان، وديتو للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع والإنتاج الفني منتج، وأفلام إيجل منتج، وأحمد الخالدي مدير إدارة الإنتاج، وعمر محمد مدير الإنتاج، وفهد المغري مهندس الصوت، وياسر الخالدي مساعد الصوت، وصمويل إسحاق، ونادر نسيم تصميم المقدمة والنهاية، وأشرف إشراف فني محمد دحام الشمري، إشراف عام عبد الله السيف، أفلام إجل موزع، أديته للدعاية موزع مريم الهجيري مؤلف، وإبراهيم شامل الموسيقى التصويرية، وعباس سعيد مونتير. شكرا لكم.